السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في. مساء الخير الأخت ملك المداني المتتبعة الوفية من المدينة ديال الدار البيضاء، كنحيوك وكنحيو جميع المتابعين المشاهدين الأوفياء لقناة شوف تي في. فضيحة بكل المقاييس المسؤولين عن الشأن المحلي. حنا طفينا الضو دابا، يعني كنتواجدوا بالحي الصناعي. هذا الحي الصناعي اللي هو اكبر حي صناعي واللي كيتواجد بالمدينه ديال سطات، وللاسف الشديد انه تحول الاطلال، الاناره منعدمه، الحي الصناعي كله ظلام. احنا طفينا الاضواء ديال السياره. للاسف الشديد متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في، من خلال هذا البث المباشر من القلب ديال المدينه ديال سطات العاصمة ديال الشاوية، كننقل لكم الأجواء كيف دايره بالقلب ديال الحي الصناعي. هذا الحي الصناعي اللي تحول لمجرد أطلال، فينكم المسؤولين؟ للأسف الشديد هذا المشكل ديال الظلام بالحي الصناعي اللي خلق واحد المتاعب للساكنة ديال المدينة ديال سطات، اللي خلق متاعب العاملين بأهم الشركات بالحي الصناعي، اللي خلق المتاعب الناس ديال المسؤولين عن الأمن ديال المواطنين، الأمن ديال المواطنين، الناس ديال الولاية ديال الأمن ديال سطات كيجبروا صعوبات، كيجبروا صعوبات. حنا دابا كنتواجدوا بالحي الصناعي، غادي نطفيو الإنارة ديال السيارة، ما كتبقى تشوف حتى شي حاجة. واش عباد الله هذا حي صناعي، هذا حي صناعي، واش المسؤولين عن الشأن المحلي، المسؤولين عن المدينة ديال سطات، المسؤولين عن الإنارة العمومية ليكليراج بيبليك، تلقينا اتصالات ديال العاملين العاملات بالحي الصناعي اللي كيتشكاو من الكريساج، كيتشكاو من الخوف ديالهم. ولكن للاسف الشديد الناس ديال الامن الوطني، الناس ديال العناصر ديال الامن الوطني ديري الخدمه ديالهم، ولكن في ظل انعدام الشروط المتوفره، في ظل انعدام الاناره. واش كيف يعقل متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في، من خلال هذا البث المباشر من القلب ديال الحي الصناعي، واش الإنارة ديال السيارات كافية؟ الناس كاين جوج شركات اللي بقاو عاملين بهذا الحي الصناعي، هذا الحي الصناعي اللي تحول لمجرد أطلال، لمجرد أطلال، اللي تحول لمجرد أطلال. حنا ما كنخبيو الصورة، كننقلوا لكم الواقع بالصوت وبالصورة. هذا حي صناعي، حي صناعي متواجد بالمدينة ديال سطات، ما كاينش الإنارة. كيفاش هاد العاملين وهاد العاملات اللي كيخرجوا بعد الأداء ديال العمل ديالهم وكيمشيو للمنازل ديالهم، كيتعرضوا للمضايقات، كيتعرضوا للاعتداءات، ولكن رغم يعني المجهود اللي كيقوموا به العناصر ديال الأمن الوطني، العناصر ديال ولاية أمن سطات، للأسف الشديد، للأسف الشديد كنجبروا غير جوج المصابيح اللي قدام شي شركه، ولكن الباقي يعني ما كاينش. والغريب في الامر انا هذا الحي الصناعي كيتواجد بجنب سوق اسبوعي، سوق اسبوعي الا دخلنا ليه في هاد الساعات يعني غنجبروا العجب. كفى من لا مبالاه، كفى من الاستهتار. هذه رسالة موجهة للسيد عامل إقليم سطات، وموجهة للمسؤولين عن الشأن المحلي بالمدينة، المجلس الجماعي والمجلس الإقليمي. احنا ما عندناش شي تحامل على جهة معينة، احنا اللي كيهمنا هو السلامة، السلامة والأمن ديال هاد العاملين وهاد العاملات اللي كيتواجدوا بهاد المؤسسات الصناعية. هاد الحي الصناعي اللي كيعيش واحد الظلام دامس، كيعيش
في حلكه ديال واحد الظلام هاد الناس اللي كيخدموا، ومن بعد انهم كيخرجوا الى جينا مع الساعه السابعه مساء، الى جينا مع العشره ديال الليل كنجبروا الناس. يعني كاينين دوك الفتيات اللي هما بناتنا كيخرجوا، ولكن شكون الحمايه ديالهم؟ الحمايه ديالهم هما دوك الشباب اللي كيخدموا معاهم وكيرافقوهم في المسيره ديالهم وكيوصلوا حتى للسونتر ديال السطات. بغينا نعرفوا متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في، هاد الفضيحه ديال هاد المسؤولين، انا ما كنحددش بالضبط واش المسؤولين عن الشأن العام، واش مسؤولين من نوع اخر. راه عيب وعار، عيب وعار ان تجبر حي صناعي من عاد ما فيه الاناره. حنا راه كنتواجدوا دابا، الا ما كانتش الاضواء ديال السياره ما يمكنش لك تمشي. كيف يعقل انه مواطن عادي ماشي عامل بهذه الشركات ديال الحي الصناعي انه يكون مترجل بهذا الحي الصناعي؟ واش عيب الله ما غاديش يتعرض للاعتداءات؟ ما غاديش يتعرض لمجموعه من الامور؟ الناس ديال الامن الوطني، الناس ديال ولايه الامن بسطات كيديروا الخدمه ديالهم. كنشكروا الفرقه ديال الصقور ديال الكوكبه ديال الدراجين والامن العمومي والعناصر ديال الشرطه القضائيه اللي كيديروا جولات اعتياديه بهذا الحي الصناعي، ولكن للاسف الشديد ما كاينش البنيه التحتيه، ما كاينش ظروف مواتيه للناس باش يديروا هذه الخدمه ديالهم. وفي الاخير ملي كيوقع شي اعتداء ولا كتوقع شي امور كيقول لك اودي بانه كاين اعتداء، كاين الناس ما دايرينش الخدمه ديالهم. حنا غير كنديروا مباشر، كنقلوا لكم بصوت وصوره، حنا كنتواجدوا في الارجاء ديال الحي الصناعي، ولكن للاسف الشديد للاسف الشديد الناس ما كديرش الخدمه ديالهم. المسؤولين عن الشأن المحلي عيب وعار، راه المدينه ديال سطات راه كتنعدم فيها الاناره، راه كتنعدم فيها النظافه. كاين الرد ديال البعض كيقول لك بانه ترشيد الاناره، جاتنا تعليمات بانه الضو يبقى في واحد الجنب ونقصوا الضو. مع الامن ديال المواطن ومع السلامه ديال المواطن ومع السلامه ديال العاملين والعاملات بالشركات اللي كيتواجدوا في اقصى المدينه ديال سطات، ما كاينش ترشيد نفقات. كاين ترشيد نفقات ديروهم في الشوارع الرئيسيه، ديروهم في الواجهه عاد باش نتكلموا على ترشيد النفقات ديال الضوء. اما ملي يكون عندنا لو بوزوان، وملي تكون عندنا الحاجه، وملي تكون عندنا يعني امور، راه ما كاينش ترشيد النفقات. سلامه وامن المواطن فوق كل اعتبار، فوق كل ترشيد النفقات. هذه رساله موجهه السيد عامل اقليم سطات اللي كنشكروه على التواصل ديالو، السيد عامل اقليم سطات اللي كيدير الجهد ديالو، كيدير الجهد ديالو وكيخدم وكيتواصل مع الناس وكيتواصل مع المواطنين، ولكن للاسف الشديد ما كاينش تواصل مع الممثلين ديال الشأن المحلي، ما كاينش تواصل مع الناس اللي عطاو الصوت ديالهم لهاد المسؤولين. احنا هانتوما كيف ما كتشوفوا احنا في السياره، ولكن كاين الكلاب ضاله. واش انت في السياره ديالك وتابعك 20 كلب، فما بالك ببنتنا ختنا اللي هي عامله في شركه معينه بالحي الصناعي؟ كيفاش ما غيفرقوهاش هاد الكلاب؟ كيفاش ما غيفرقوهاش هاد الكلاب؟ عيب وعار، عيب وعار انه المنطقه ديال الحي الصناعي انها يعني تكون كتعيش واحد العزله، كتعيش واحد الظلام دامس. هذه رساله موجهه للمسؤولين عن الشأن المحلي،
بالنسبة للسيد العامل الإقليم ستات بدون مجاملة بدون محاباة كيدير العمل ديالو، ولكن الأمر مطروح للمسؤولين عند الشأن المحلي المجلس البلدي، الأمر مطروح على المسؤولين على المجلس الإقليمي بالمدينة ديال ستات، ضروري توفر الإنارة. ما نبقاوش نتكلموا على ترشيد الإنارة وترشيد النفقات ومن هذا القبيل، اللي كيمسنا واللي كيهمنا هو السلامة ديال الأمن ديال المواطن، السلامة ديال ولادنا ديال بناتنا اللي كيفيقوا في الساعات الأولى من كل صباح مبكر وكيجيو يخدموا في كل ساعة متأخرة، ولكن ما كيجبروش ظروف مواتية. احنا ما كنتكلموش من فراغ، احنا كنتكلموا بناء على اتصالات من عاملين عاملات من المعاناة ديال هاد الناس. كفى من الحديث والكلام عن ترشيد النفقات وعن ترشيد الإنارة، وتوصلنا بدورية خصنا حقا ان نحافظوا على الضوء. واش نحافظوا على الضوء ونزهقوا ارواح ابرياء، نزهقوا ارواح ناس كتخدم على الاسر ديالهم، كتخدم على الوليدات ديالهم، عيب وعار. هذا حي صناعي تحول الاطلال، كيف ما شفتوا راه كنشوفوا غير الكلاب، غير الكلاب، الكلاب الدار الله هي اللي بقات كتنبح. هذا كان حي صناعي في التسعينات، كان الاوج ديالو ما كتيش، يعني كان الانتاج وكيشغل واحد اليد العامله. انا غادي نجي وغادي نشوف، احنا ما كنتكلموش من فراغ. كنحيوكم متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناه شوف تي في، قناه صوت الشعب. الكلابيه اللي بقات وحدانا الكلاب، يعني بالمقابل ديالنا واحد البروجي اللي هو سيتا بارك. سيتا بارك مشروع استثماري، فين وصل هذا المشروع الاستثماري ديال سيتا بارك؟ فين وصل هذا المشروع الاستثماري؟ فين هاد تشغيل الايدي العامله ديال الولاد ديال المدينه ديال ستات، الشباب ديال ستات اللي كيعانيو في صمت، كفى من لا مبالاه، كفى من الاستهتار. راه الحي الصناعي ما فيش الاناره، الحي الصناعي ما فيش الاناره، الاحياء ما فيهمش الاناره. وعاد باش غتكلموا لينا وتقولوا لينا بانه راه حق المجلس الحالي خلى فائض، فين هاد الفائض؟ هذا مشروع سيتا بارك كنسميه بالاسم، فين المآل ديالو؟ فين المآل ديالو؟ وبالمناسبه يعني كنشكر واحد الفاعلين جمعويين ومنهم الجمعيه المغربيه للاستثمار اللي حركات ملفات ديال الاستثمار بالمدينه ديال ستات، منهم المشروع ديال دي تيما اللي فيه 100 هكتار بالمزامزه، والان الدور على سيتا بارك. كنشكركم مجددا متابعي قناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر من القلب ديال المدينه ديال ستات، العاصمه ديال الشاويه. حاولنا اننا نقل لكم الاجواء كيف دايره مدينة ديال ستات، لا تبشر بالخير. وهذه رسالة موجهة للمسؤولين عن الشأن المحلي، رسالة موجهة لهاد الناس. كاين واحد اللجنة ديال ليكليراج بيبليك، الإنارة العمومية. بغينا نطرحوا لكم واحد السؤال، فين وصلت الإنارة ديال الحي الصناعي؟ واش ما دخلاش في الميزانية ديالكم ولا كيفاش؟ واش ما كتهمكم السلامة ديال الوليدات ديالنا وديال البنيات ديالنا؟ التقليد في عندكم والتقليد ديال هاد البلاد في العنق ديالكم. كنشكركم على التواصل والتفاعل، والى اللقاء في بث مباشر اخر. تحياتنا للجميع.